تدريب القطط هو عملية تعليم القطط بعض السلوكيات الإيجابية والتي تساعدها في التفاعل مع البشر والحفاظ على الصحة النفسية والجسدية لها. يعتبر تدريب القطط عملية مهمة لأنه يساعد على تحسين العلاقة بين القط والإنسان، ويساعد القط في الاستجابة بشكل أفضل للأوامر. في هذا الفيديو سنتحدث عن الخطوات الأولى لتدريب القطط، فإذا كنتم تحبون مثل هذا النوع من الفيديوهات فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. إطعام القط بجانب الصندوق الذي ستستخدمه لأغراض التدريب. استخدام الحلوى أو الأكل المفضل لها لتحفيزها. ابدأ بتدريب القطط على الأوامر الأساسية مثل تعال واجلس واستلقي، وذلك بعدما تقوم القطة بالتعرف على اسمها الخاص. تعليم القط الأمر تعال. ابدأ بتوجيه القط نحوك بإطلاق اسمها، وبعد ذلك مد يدك باتجاهها. عندما تقترب القطة احتضنها واعطها الحلوى أو الأكل المفضل لديها. تعليم القطط الأمر اجلس. ابدأ بجذب انتباه القطة بالحلوى أو الأكل المفضل لديها. ارفع الحلوى أو الأكل فوق رأس القطة، مما سيجعلها ترفع رأسها للأعلى، وعندما يحدث ذلك استخدم يدك لدفعها باتجاه الأرض ببطء. استخدم الحلوى أو الأكل المفضل لديها لتحفيزها وجعلها تعود إلى وضعية الجلوس. تعليم القط الأمر استلقي. ابدأ بتدريب القط على الأمر اجلس. بعد أن تجعل القطة تجلس، قم بوضع الحلوى أو الأكل المفضل لديها بين قدميها على الأرض. ستحاول القطة الحصول على الحلوى أو الأكل وستقع على الأرض في العملية. عندما تقع القطة على الأرض، استخدم الحلوى أو الأكل المفضل لديها لتحفيزها وجعلها تعود إلى وضعية الجلوس. يجب العلم أن تدريب القطط يتطلب الصبر والتكرار، ولا يمكن تدريب القطة في يوم واحد، بل يجب العمل على تكرار التدريبات لمدة أيام أو حتى أسابيع حتى تصبح السلوكيات المطلوبة جزءا من عادات القطة. علاوة على ذلك، ينبغي تعليم القطة الأمر لا في حالة القيام بأي سلوك غير مرغوب فيه مثل الخدش أو العض، وذلك يمكن تحقيقه بإصدار صوت قوي وواضح مع وجه القطة ومنعها من ممارسة السلوك غير المرغوب فيه. بشكل عام، تدريب القطط يمكن أن يكون تجربة ممتعة للقطة والإنسان، كما أنه يساعد على تحسين العلاقة بينهما ويعزز الصحة النفسية والجسدية للقطة. يجب أن يتم تدريب القط بحرص وصبر، والتأكد من أنه لا يتعرض للإجهاد أو الإرهاق. يجب أن يتم التعامل مع القط بلطف واحترام، وتجنب التوتر والضغط عليه لتحقيق النتائج المرجوة.